الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. تناول اللقاء عرضاً تقديمياً لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلائم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية. وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة النقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، كما استعرض عدداً من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات. كما ألقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات. كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023. وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضاً لهيئة الإمداد والتموين، والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه. في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات، وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية، احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم 10 لمهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى الدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة القومية للأنفاق، والدورة رقم 1 لمهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة 6 أشهر بالكلية الحربية بالتنسيق مع وزارة النقل. بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل إليه المتدربين، كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحاً مفصلاً لبرنامج الدورات، وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة
على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن. تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، وألقى الفريق كامل الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريج وزارة النقل وفقاً لرؤية الدولة المصرية من خلال إعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتي ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات. فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية. وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة. حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2023. أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، أكثر من 8000 مقاتل من 34 دولة يجتمعون على أرض مصر في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة. التدريب المصري الأمريكي المشترك، النجم الساطع 2023، تدريب عسكري عالمي على أرض مصرية.